أشاد عدد من مندوبي الدول بجهود البحرين المتواصلة في وضع وتنفيذ البرامج الحكيمة الرامية إلى الارتقاء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في البلاد، أبرزها برنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030، مرحبين بصدور قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمر الذي يسهم في تعزيز دورها وفعاليتها في حماية حقوق الإنسان وبما يتوافق مع المواثيق الدولية من ضمنها مبادئ باريس. أكثر من ثلاث ساعات دامت جلسة الاستعراض الشامل لملف البحرين الثالث إلى مجلس حقوق الإنسان. مساعد وزير الخارجية عبد الله بن فيصل الدوسري ترأس وفد المملكة وعدد في كلمة مفصلة مجموعة من التوصيات الأممية التي استرشدت بها البحرين لتحديث عدد من القوانين. أود أن أشير هنا إلى الوثيقة الصادرة بالمفوضية السامية بتاريخ 6 أبريل والمتضمنة تصويباً للوثيقة الصادرة بتاريخ 14 فبراير 2017 المعنونة تجميع بشأن البحرين من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أي بعد قرابة الشهرين من تاريخ صدور الوثيقة الأصلية الأولى، والتي احتوت على جملة من المزاعم والمعلومات المغلوطة وغير الدقيقة ومنسوبة إلى عدد من الوكالات والأجهزة الأممية، يعد أمراً مستغرباً ومخالفاً لقواعد الممارسة الفضلى. كما أن التصويب يقصر على تصحيح ما تضمنته الوثيقة من معلومات تسيء إلى مسيرة حقوق الإنسان في المملكة ولا تعكس المنجزات والتطورات التي تشهدها بغير حق، فالجهات الصادرة عنها هذه المعلومات نصبت من نفسها حكماً بدون حيثيات أو أدلة. ومثال لذلك سيد الرئيس تجاهل هذه المعلومات إن الحوار الوطني نجح في الاتفاق على مرئيات كان منها مقترحات التعديلات الدستورية التي دعمت صلاحيات السلطة التشريعية والتي تم إقرارها الفقرة 7 من تجميع المفوضية عن البحرين في الأمم المتحدة. وفد البحرين أجاب على عدد من الأسئلة التي طرحتها الدول المشاركة. ونحن كأعضاء في السلطة التشريعية بغرفتيها نعتبر أنفسنا شركاء في المسؤولية الوطنية ومعنيين بالدرجة الأساس بالتشريع وإعادة صياغة القوانين والتشريعات تتوائم مع التطوير الحاصل على المستوى الوطني والدولي. كما أننا مسؤولون عن متابعة ما تطلبه هذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتي مملكة البحرين طرفاً فيها بأن تكون تشريعات متقدمة وتلبي احتياجات الدولة. كفل دستور مملكة البحرين تمتع المواطنين بالخدمات التعليمية دون تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، فالتعليم إلزامي ومجاني في المراحل الأولى، ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية تنفيذاً لقانون التعليم رقم 27 لسنة 2005، بما يؤكد كفالة الحق في التعليم دون تمييز بين المواطنين. يحظى جميع الطلبة بالتعليم المجاني والكتب الدراسية المجانية وخدمة المواصلات المجانية. وضع المرأة بشكل خاص نال حصة كبيرة من البحث. قامت مملكة البحرين من خلال جهود المجلس على المرأة بما يلي: اعتماد النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برامج التنمية وتضمين الخطة الوطنية في برنامج عمل الحكومة، إلزامية إنشاء لجان تكافؤ الفرص في الوزارات والمؤسسات الرسمية، اعتماد جداول الميزانيات المستجيبة لاحتياجات المرأة. وقد بلغت نسبة المرأة العاملة في القطاع الحكومي 53% وفي القطاع الخاص 33%. قد احتلت البحرين في العام 2016 المركز 12 دوليا من أصل 144 دولة حسب التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين في المعد من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس. معظم الدول أشادت بمهنية الوفد البحريني وتجاوب المملكة مع التوصيات الأممية. نرحب بوفد مملكة البحرين ونشيد بالدور الذي تقوم به مملكة البحرين من خلال الالتزام بتقديم تقاريرها الدورية في مواعيدها وآخرها التقرير الدوري الخاص بمناهضة التعذيب، ونؤيد كذلك كافة الإجراءات التي اعتمدتها مملكة البحرين لمواجهة الإرهاب الذي يستهدف الأمن والمواطنين واستقرار الدولة، ونوصي بمواصلة استراتيجية مكافحة الإرهاب حماية لحقوق الإنسان. لقد اطلع وفد بلادي على التقرير الوطني ونشيد بالخطوات المبذولة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان،
ويرحب بإدماج الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية 2013-2022. لقد اطلعنا بكل اهتمام على التقرير الوطني لمملكة البحرين، ونرحب بالجهود المبذولة من قبل حكومة مملكة البحرين والتقدم المحرز في مجال التعاون مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بهدف تأمين مستقبل أفضل لكل مواطنيها. البحرين أبدت انفتاحها على التعاون مع آليات المجلس بهدف تعزيز حقوق الإنسان بما فيها الحق في التنمية. مملكة البحرين دائما ترحب بالتعاون التام مع آليات الدولية الأممية فيما يتعلق بالشراكة في تعزيز وتطوير حقوق الإنسان، فيما يتعلق بالتعاون مع المفوض السامي ومكتب المفوضية ومجلس حقوق الإنسان وغيرها من الآليات التعاقدية التعهدية. فنحن نرحب ودائما ما نكون مندفعين لتقديم التعاون وفق مبدأ الشفافية والمصداقية والحيادية والنزاهة. البحرين نفذت 124 توصية من التقرير الوطني الثاني لعام 2012 بشكل كامل و13 توصية بشكل جزئي، فيما لم تحظى 18 توصية بالقبول لتعارضها مع الشريعة الإسلامية أو القوانين المحلية أو للحاجة لمزيد من البحث. معظم ممثلي الدول التي قدمت مداخلات في الجلسة المخصصة لتقرير حقوق الإنسان في البحرين أثنت على التقرير وعلى الخطوات المتخذة من قبل المملكة لتحسين ظروف حقوق الإنسان، والمملكة أبدت استعدادها الكامل للتعاون مع المنظمات الأممية. من مقر الأمم المتحدة في جنيف، دينا أبي صعب، تلفزيون البحرين. هذا وأشاد عدد مندوبي الدول بالتزام البحرين القوي وانخراطها الفعلي في كفالة احترام حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون، مثمنين إجراءات موائمة البحرين للتشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية وجعلها مطابقة لمبادئ باريس. ننوه بالدور الذي قامت به البحرين لتثبيت الدعائم القانونية لتنفيذ التوصيات التي وجهت إليها في تقرير العام 2012. البحرين خطت باتجاه تعزيز حقوق المرأة عبر إطلاق خطة 2030 وسعت باتجاه تطوير الوضع الاقتصادي والمهارات الخاصة بالمرأة. نوصي البحرين باستمرار انتهاج سياسات تعزز المساواة ومنح المرأة مساحة أوسع للمشاركة الفعالة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ونرحب بالجهود المبذولة لتحسين أوضاع أصحاب الحالات الخاصة خصوصا المراكز المخصصة لإيصالهم للتعليم المناسب والتدريب المهني. Bahrein ha tomado importantes medidas efectivas para garantizar el funcionamiento de la justicia penal. نرحب بوفد البحرين ونشكره على التقرير الوطني الذي يعكس بشكل واضح التزامات المملكة بتوصيات الدورة الثانية للاستعراض الدولي الشامل. البحرين اتخذت خطوات مهمة لتحقيق العدالة وتعزيز قدرات عناصر الشرطة لديها ضمن احترام أطر حقوق الإنسان المعتمدة. كما ننوه بالرؤية الاقتصادية التي راعت رفع نسبة الوعي بكل جوانب حقوق الإنسان عبر كل السبل المتاحة وبشكل خاص التعليم والإعلام. We also welcome the establishment of Bahrain's National Human Rights Institute. نرحب بدعم البحرين لإنشاء منظمات حقوق إنسان مستقلة. التوصيات التي نوجهها للبحرين تتعلق بالسماح للأمهات البحرينيات المتزوجات من أجانب منح حق الجنسية لأطفالهن، وتعزيز حماية حقوق المهاجرين القاصرين والنساء بشكل خاص. نأمل أن تواصل البحرين النجاح كما فعلت في تقديم استعراضها الشامل في هذه الجلسة. وللحديث أكثر عن التقرير الوطني الثالث لمملكة البحرين ينضم إلينا عبر الهاتف من جنيف سعادة النائب ناصر القصير عضو مجلس النواب. أهلا بك، وبداية حدثنا عن أبرز الأفكار والرؤى التي تم طرحها خلال جلسة الوفد المشارك في أعمال الدورة 27 للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل للتقرير الوطني. اهلا بك اختي، بدايه بغيت ابين لكم مشاركتي جاءت بتوجيهات مساعد من معالي الرئيس السيد احمد بن ابراهيم ملا رئيس مجلس النواب، ونأكد مملكه البحرين على سلطتها التنفيذيه والتشريعيه في العمل على حمايه ودعم حقوق الانسان، فنحن احرص من الجميع على الحفاظ على حقوقنا. البحرين اثبتت للجميع ان ملتزمه امام المجتمع الدولي بتنفيذ كافه الاتفاقيات والمعاهدات الدوليه في مجال حقوق الانسان، والتي تكون فيها البحرين طرف مع تحفظات السلطة التشريعية عن المواد والفقرات التي تتعارض مع الأحكام الشريعة الإسلامية. ولا ننسى أن وقف الدستور البحرين فإن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. نعم. ما بالنسبة حق نعم تفضل.
كما تعلمون أن المنجزات الحقوقية التي حققتها البحرين عديدة منذ المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، وهو عمل فريق خاص بالمراجعة الدورية لحقوق الإنسان في البحرين. على أرض الواقع نجد أن البحرين سبقت العديد من الدول المنطقة في سن التشريعات التي تدعم حقوق الإنسان وكافة الحريات في كل المجالات. نعم سعادة النائب، ما هو دور السلطة التشريعية متمثلة بمجلس النواب في دعم حقوق الإنسان؟ احنا كسلطة تشريعية اختي قاعدين نشرع القوانين ونشرع التشريعات وقدر الامكان نحاول ان نكون مع نتماشى مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في طرح من المقترحات برغبة ومقترحات بقوانين في مجلس النواب مع اللجوء الى اللجان او الجمعيات المختصة او الجهات المختصة في تلك الامور. نعم سعادة النائب ناصر القصير عضو مجلس النواب، كنت معنا من جنيف، شكرا جزيلا لك.